طيب الآن نبغى نجي للدالة اللي تضيف المواضيع والردود. أساسا هي دالة واحدة اللي تضيف لنا الموضوع واللي تضيف لنا الرد، لأنه الموضوع والرد في نفس الجدول مخزني. فنقول تاني إف بوست أول تعديل. طيب كم حقل هنا؟ بوست آد. نجي نرجع لقاعدة البيانات، إحنا نحتاج نخزن مين؟ نخزن رقم إيش؟ رقم المنتدى اللي بينضاف له ذا الموضوع، وإيش؟ والبي آي دي، ورقم المستخدم اللي خزن، والعنوان، والمحتوى، يعني خمس أشياء. فنجي هنا نقول أول حاجة حيكون عندنا الـ if id، ثاني حاجة حيكون عندنا الـ pid، هذا عشان لو كان رد نحط الرقم هنا تبع الموضوع. بعدين uid رقم اليوزر اللي ضاف الموضوع، ممتاز. بعدين حيكون عندنا التايتل تبع الرد، ممكن التايتل انت فعليا ما تستفيد منه الا اذا كان انت بتنظم المنتدى تنظيم دقيق. بعدين عندنا الكونتنت، كونتنت، هذه الخمسة او الخمسة الاشياء اللي نحتاجها. ولاحظ اذا بتضيف موضوع او بتضيف رد حتستخدم دالة تانية في بوست، بس ايش اللي يختلف؟ لو جيت تضيف موضوع حيكون البي اي دي صفر، دائما صفر. لو جيت بتضيف رد تحط في البي اي دي رقم الموضوع اللي يتبع له هذا الرد، ولا بقية المحتويات بالضبط زي ما هي، بالضبط زي ما هي. هذه اول جزئية في دالة تانية في بوست at.